مساء الخير. اللي نعرفه إن الست الأصيلة هي اللي بتقف مع جوزها وقت الشدة، هي اللي تبقى معاه على المرة قبل الحلوة، لما يتعرض لمشكلة تبقى في ظهره، ولما الدنيا تبقى عليه هي اللي تبقى معاه. ده الصح اللي بتعمله البيوت المصرية الأصيلة وبتعلمه لبناتها، وده بالظبط اللي عملته أسماء مع جوزها، وكان سبب في مشكلتها الكبيرة. طب إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف أسماء بطلة قصة حقيقية النهاردة بعتها تقول لنا إيه. اسمي أسماء وعندي 26 سنة، عندي مشكلة كبيرة ومحتاجة حد يعرفني إزاي أجيب حقي. ومشكلتي بدأت لما اتجوزت من سنتين، وقعت في زوج نصاب ما يعرفش ربنا، مع إنه يبان من شكله أول ما تشوفوه طيب وابن ناس. قبل ما اتعرف عليه واتجوزه كنت بشتغل وبكسب كويس، كنت بحوش واشتري ذهب عشان الدنيا تبقى تمام معايا وما احتاجش حد، وكنت ناوية اشتري عربية، وكانت حياتي ماشية حلوة جدا لحد ما اتعرفت عليه واتخطبنا. لما جيت قدم لي قال انه عنده أرض في المقطم وفيلا، وقال انه مهندس الكترونيات. بهرني بشخصيته، بس والدي كان حاسس ان في حاجة غلط وكان معارض الجوازة دي، لكن انا صممت، وعشان الموضوع يمشي بسرعة قلت اصبر على العربية شوية عشان اساعد اهلي في مصاريف الجهاز. وبعدين صرفت النظر عن العربية خالص، قلت الجواز اهم، كنت فاكرة اني لما اتجوز هبقى مبسوطة اكتر. في بداية الجواز كان طيب وحنين وجدع معايا وحسسني بالأمان والراحة، فحبيته واتعلقت بيه، وقلت أنا هقف جنبه بكل ما أملك، كفاية بس حنيته عليا. لما حملت في بنتنا زاد إحساسي بالحب ناحيته، لحد ما اكتشفت أنه شغال سواق وأنه مش مهندس إلكترونيات ولا حاجة، وكل اللي معاه معهد ما يسواش حاجة، مفيش لا أرض ولا فيلا في المقطم ولا يحزنون. بس خلاص كان حصل حمل، وكنت فتحت صدري قصاد العيلة واتبهيت بيه قصاد كل الناس. ما كانش ينفع بعد كل ده أقول لهم على مصيبتي السودة، قلت خلاص هقف جنبه لحد ما يتصلح حاله عشان بنتي اللي جاية في السكة. ساعدته بكل حاجة يا سالي، ذهبي، رصيدي في البنك، كان معايا موبايل غالي بعته وديته تمنه عشان بيتنا وحياتنا تستمر. طب تعالوا بقى نقف هنا نعلق على حاجة بسرعة. أسماء رهنت على إنه هيتغير، ومعلش ما بقاش مهندس إلكترونيات وطلع سواق ما يكرش حاجة. طب قررتي أنتي تساعديه؟ كنت ضامنة منين إنه اللي كدب مرة ما يكدبش تاني؟ طب ما خفتيش إن اللي بدأ حياته معاكي بالكدب يطلع وراه بلاوي تانية أنت ما تعرفيهاش، أو ممكن يورطك معاه في حاجة؟ تعالوا نكمل. بعد الجواز بفترة طلب مني أنه يغير عنوانه على عنوان والدي. سألته ليه؟ قال لي أصل عنوان والدك في منطقة محترمة ما فيهاش مشاكل، وأنا سواق وبعدي على كمين كتير، والعنوان اللي في بطاقتي يخليني في سين وجيم، كمانها منطقة لبش. فكرت شوية وقلت وماله، خليني أساعده أن شغله يبقى مستقر. لحد ما خلفت والبنت بقى عندها سنة، بدأت الالتزامات تزيد زي ما انتوا عارفين، مصاريف الأطفال، لبن، حفاضات وأدوية، بدأ يأثر في المصاريف، يرمي عليا. ابتديت أبيع حاجة في حاجة أو أسحب من اللي معايا وأقول معلش أهو كله لبيتي وحياتي، ده برضو في الأول والآخر أبو بنتي. واللي زاد من الحمل إن والده جه يعيش معانا، قعد حوالي سنة بحجة إنه ما بقاش في حد يراعيه. كنت ببقى لابسة إسدال طول الوقت في بيتي وأقول معلش، ده راجل مريض ومسن وكله بثوابه، اعملي بأصلك يا أسماء. واستحملت كتير وقلت ما ينفعش أهد البيت والبنت تتبهدل، لحد ما اكتشفت إنه ناصب على الناس في عربية ومش مخلص ورقها، وبعدها اكتشفت إنه هو متهرب من كذا قضية، وشوية بشوية اكتشفت إنه من إسماعيلية وهربان منها عشان كده جه يعيش هنا في القاهرة. وبدل ما يراعي اللي عملته معاه
ووقفتي جنبه وجنب ابوه اتجنن لما عرفت التفاصيل دي، بدأ يوريني الوش التاني، بقى كل شويه يقل ادبه، يمد ايده يشتمني قدام ابوه. لما ابوه يجي يتدخل ما كانش بيعمله اي حساب، كأنه انسان ملوش كبير. طبعا هو بدأ يعمل كده عشان اتكشف وعرفت عنه كل المعلومات دي. بس السؤال اللي عايزه اسأله من الاول، هو انتوا ليه ما سألتوش عليه لما اهلك ما كانش مطمنين؟ ابوكي ما كانش مطمن، ما سألش عليه ليه؟ لما حد يتقدم لحد بنقوله طيب ادينا فرصة نسأل عليك الأول. طب باباكي عمل كده؟ ده أقل حاجة بنكشف على بطاقته يا أسماء ونشوف عنوانه ونسأل عليه. تعالوا نكمل. فضلت أكتم جوايا وأحاول المشاكل اللي بتقابلنا دي أحاول أحلها على قد ما أقدر، لحد ما تعبت. وفي يوم قعد يتحايل عليا إني أعمل قرض باسمي من أحد الشركات اللي بتدي قروض، وقال إن هو اللي هيسدد وإنه مش معقول يسجن مراته أم بنته. وافقت، خدت قرض ب100,000 جنيه يتسدد على 42 شهر. بعدها بشهرين عمل معايا مشكلة كبيرة، تلكك لي نوع جبنة غلط جبته، وقعد يقل أدبه لحد ما جم أهلي وإخواتي واتدخلوا. كنت بحاول في الأول إنه ما أجيبش سيرة لحد عشان مكسوفة، مش عايزة مصيبتي تتكشف قدام عيلتي. بس في اليوم ده حكيت على كل حاجة وإخواتي حاولوا يجيبوا لي حقي. تاني يوم رحت أخدت عفشي، بعدها بيوم هو هرب واختفى من المكان اللي عايش فيه نهائي، ما بقتش عارفة له طريق. بقاله دلوقتي 6 شهور لا حس ولا خبر. ما بعتش لبنته أي فلوس ولا دفع القرض اللي خده باسمي. وعرفت بعدين إنه قال للشركة إنه مش عارف مين صاحبة الحساب وإنه ملوش دعوة، مع إن هو اللي استفاد بيه مش أنا. نفسي أرجع حقي من الراجل النصاب الكذاب ده، لأنه بيخلف ويرمي، ده غير إنه بيستحل فلوس الناس وكل حياته كذب في كذب. أنا نفسيتي تعبانة جدا، كل يوم والدي يعيد ويزيد ويقول إنه ما كانش مرتاح له وإن أنا اللي صممت عليه، وطبعا مش عارفة أرد ولا أفتح بوقي. ومش عارفة ليه بيحصل فيا كل ده. هل ده جزاء إني حبيت الإنسان ده قوي وقفت معاه زي أي زوجة بنت أصول ومتربية؟ قولوا لي أعمل إيه. خلصت رسالة أسماء. الرسالة بتكشف لنا نوع من الذكور، مش رجالة ها، كتب بس في البطاقة، مستعد إن هو ينصب على أي حد حتى مراته. ده لو ما كانش يعني ممكن يكون متجوزها من الأول عشان لها صيدة حلوة، ها تجيب فلوس وتشيل فلوس، وعايزة تجيب عربية وبتاع، تحوش القرش على القرش. طبعا فرقش معاه لا أم بنته ولا فرق معاه بيته نفسه، يعني اتلكك عشان نوع جبنة. عمل عملته واختفى، وزي ما اختفى وهرب من حياة اللي نصب عليهم كتير قوي اختفى من حياتها وخلاص. ازاي تجيب حقها؟ حكاية تخوف ها؟ يعني الست دلوقتي لما تلاقي جوزها في ضيقة تساعده ولا تسيبه؟ تحاول ان هي تصلح حاله زي ما بيقولوا، ولا تروح تبلغ عنه وتتجنبه وتمشي؟ خلاص هتجنبه يعني، فاهم، نتجنب بعض ونمشي. بس هل لما انا اكتشفت ان هو نصاب ومش مهندس ونصب في عربية وعايز يحول انه يحول عنوان بيتنا عليه وابويا مش مرتاح له اكمل؟ في اسئلة كتير قوي محتاجين نسألها بعد الفاصل، استنونا.